حصل مع كاميرون وحصل في افتتاح كاس العالم 2014. وبسبب اللقطه دي في قوانين اتغيرت في اللعبه، ان اللاعب زق الدكتور وضرب ايده ونزل الملعب. وبسبب اللقطه دي القانون اتغير. احنا لما كنا في كاس العالم الاخيره واحنا نازلين لو شاورنا على الراس فالحكم هيفهم ان انا عندي 3 دقايق اقيم فيهم اللاعب، اساس فيهم اللاعب. لسه في مصر ما عندناش تكنولوجي ان احنا نراقب الاصابه حصلت ازاي، لان انت بصراحه مش سهل خالص انك جوه الملعب تشوف الاصابه حصلت بالظبط ازاي. بس لو انت معاك حد بيساعدك او حد شايف اللقطه تاني فبتقدر تعيدها كويس. في انجلترا ده شغال على طول طول الوقت، وفي انجلترا هم بيستفيدوا جدا من خبراتهم في الرجبي، لان الرجبي لعبه مليانه اصابات راس. فحتى في انجلترا هم بيروحوا يعملوا اشعه، ممكن يكون بالنسبه لنا احنا متاخر جدا، احنا على طول ممكن نروح نعمل اشعات نطمن بيها ان هم هناك عندهم بروتوكولز. وفي حاجه اسمها السكات 5، ده بروتوكول عباره عن مجموعه من الاسئله بتسالها للعيب جوه الملعب، وبناء على اجابته للاسئله دي انت بتسمح له ينزل تاني ولا لا. وستيل انت ممكن بعد ما يجاوب الخمس اسئله لو انت شايف اي علامه من العلامات اللي ما تسمحلوش ينزل فقرار للدكتور وبس. في تعديل هيحصل قريب جدا عن طريق الايفاب اللي هي اللجنه الرباعيه المسؤوله عن تغيير قوانين كره القدم، ان شويه الكوره هتبقى شبه الرجبي في الحاجات دي، انك تقدر تعمل تغيير لحد اللعيب ما يتعالج وينزل تاني لو عايز. وانك لو اللعيب كونكاست هتاخده تخش بيه اوضه اللبس وتعمله اسسمنت براحتك خالص، في واحد مكانه بيلعب والدكتور بس هو اللي ليه حق ان هو يصرح ان هو ينزل يلعب ولا لا. حصل موقفين، موقف ماتش النايجر في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، لعيب من النايجر خبط راسه واحنا شايفينه في الملعب حصل له ارتجاج. الحمد لله لحقناه، كان هيبقى على لسانه لحقناه وحطينا له ايرواي. بس حقيقة ان هو ما كانش قرار، انا قلت الحكم هو مش هيحتاج يلعب، بس هو الحقيقه الجهاز الطبي المنتخب النايجر اعترض، وطبعا وحقهم يعترضوا اكيد، هم فاهمين ان انا بقول كده خلاص. هو الحقيقه الولد ما كانش فيه لعب، وفعلا اتغير بعد 10 دقايق. واحنا كان في مباراه اوغندا كان باهر محمدي. باهر مجرد ما نزلت الملعب الحقيقه لما سالته الاسئله جاوبها كلها وبسرعه جدا، فكان بالتالي يعني كنت اقدر اسمح له ينزل يكمل المباراه. هو احمد ما كانش ارتجاج او ما كانش اصابه راس، احمد كان كسر في حاجز الانفي، وكان الحقيقه كان يعني كان صعب جدا، مش قادرين نوقف خالص النزيف للاسف الشديد. وانا كنت طلبت من المستشفيين ان احمد يبدل، وهو ما يعني رفض ساعتها. وكملنا الماتش، وحقيقة لحد ما الماتش كمل ما كانش نزيف وقف، واحمد نفسه طلع بعد حجازي طلع بعد الماتش قال احنا معرفش انا كملت ازاي، انا ما كانش المفروض اكمل، كان المفروض اسمع يعني نصيحه الدكتور. انا طبعا كنت متخوف ان يحصل لا سمح الله خبطه تانية كانت هتبقى فيها مشكله كبيره جدا. ومستر جيرن تاني يوم قال انا كان لازم اطلعه، بس يعني ده وارد ان هو يحصل في كره القدم، ومواقف دي حصلت في كل حته، بس هو ده اللي حصل وقتها. انا فاكر